يذكروا أهل الأدب أن هارون الرشيد رحمة الله عليه بنى قصره المشهور في أحسب إما في بغداد أو في سرة من رأى، ودعا إليه خواصه يحتفل معهم باكتمال قصره الذي هيئ لأنواع المسرات، ودخل عليه أبو العتاهية الشاعر المعروف فقال له هارون الرشيد صف ما نحن فيه من الدنيا. فقال أبو العتاهية عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال هارون أحسنت، ثم ماذا؟ قال أبو العتاهية يسعى لديك بما اشتهيت لدى الصباح وفي البكور. قال هارون أحسنت، ثم ماذا؟ قال أبو العتاهية فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا حتى رحمه أهل مجلسه. وقال الفضل بن يحيى وزير هارون الرشيد لأبي العتاهية دعاك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته. فقال هارون دعه فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه.